رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف صدق خلال اجتماع للحكومة على قرار لفرض قيود اقتصادية على أوكرانيا اعتبارا من مطلع العام المقبل لحماية السوق الروسي، وذلك عقب عزم كييف إدخال الشق الاقتصادي من الاتفاقية المتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة من اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارا من فاتح يناير كانون الثاني القادم. سفيتلانا زاليشوك عن الحزب الحاكم تقول: أنا لا أعتقد أنه بإمكاننا النظر على أي تحال على أن الموقف في أوكرانيا هو مجال للمصالح المشروعة لموسكو، روسيا أو أي لاعب آخر الدول الكبرى التي ترى مصالحها في المنطقة. وتصاعد التوتر بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة أخرى خلال الأيام الماضية بعدما قررت أوكرانيا وقف سداد سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في حيازات روسيا. سيرجيو كانتوني مراسل يورونيوز في كييف يقول: مشاركة روسيا في مفاوضات ثلاثية هي فكرة الاتحاد الأوروبي من أجل استرضاء موسكو، ولكن لعيون روسيا يبقى اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تهديدا رئيسيا لتجارة ومصالحها السياسية الوطنية.